الأبطال اللي احنا تشرفنا بطلتهم معانا النهاردة في الندوة التثقيفية: عقيد ماجد شحاتة، لواء أركان حرب أحمد أسامة، لواء أركان حرب مصطفى سليمان، لواء أركان حرب علي أمين، والرقيب أحمد البدري. دول أبطال من أبطال معركة أبو عطوة، ويسعدنا ان احنا ونتشرف الحقيقة ان يكون معانا دلوقتي الرقيب أحمد البدري. برحب بحضرتك معانا يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير، وسعداء بان احنا تشرفنا يعني طلتكم العظيمة النهاردة على المسرح في الندوة التثقيفية. الله يبارك فيك، كل سنة وانت طيب ومصر كلها بخير ان شاء الله. امين يا رب. يعني مشاعر حضرتك النهاردة كانت عاملة ازاي؟ وصفها لي. والتحية الحارة اللي وجهت لحضراتكم، والتحية العسكرية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي حارس على انه يبقى موجود مع حضراتكم لالتقاط صورة تذكارية. والله انا مش هقدر اعبر لك بالشعور، لان الشعور زايد، شعور كبير جدا 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 جدا، يعني مش هقدر اعبر. مهما عبرت مش هوصل للي انا عايزه من يم سيادة الرئيس، لان بصراحة كانت لفتة عظيمة جدا جدا من سيادة الرئيس النهاردة ان يبص لأبطال معركة 73. والحقيقة ان ده كان يعني حاجة عظيمة بالنسبة لنا كلنا ان احنا نتشرف بحضراتكم النهاردة، وده يدينا فرصة ان احنا كنا نحكي كمان للسادة المشاهدين على الملحمة البطولية اللي حضراتكم قمتوا بيها. يمكن احنا سمعنا من حضرتك في الفيلم التسجيلي، لكن لو تحب يعني مشهد، حابب اكتر مشهد تستحضره وتحكيه لكل مشاهدينا دلوقتي من هذه الملحمة البطولية، معركة ابو عطوة. معركة أبو عطوة كانت على أشده يوم 22 أكتوبر من الصبح، ما شفناش شعاع الشمس من الطيران الأمريكي الإسرائيلي عمال يحوم على مدينة الإسماعيلية وأجوار مدينة الإسماعيلية الساعة 11 الظهر. طبعا احنا نعلم ان شارون كان داخل الثغرة بتاع الدفرسوار معاه 3 لواء مدرع، لواء تركوا لحراسة الثغرة وتقدم 2 لواء مدرع اتجاه مدينة الإسماعيلية، ومعاهم لواء مظلي، 3 ألواء، 2 مدرع ولواء مظلي كانوا متقدمين. كان الهدف الرئيسي لشارون هو احتلال مدينة الإسماعيلية وتطويق الجيش الثاني الميداني، يبقى كده يعتبر قضى على الجيش المصري اللي عدى في الجهة الشرقية. فطبعا الأبطال كتيبة 133، كتيبة 223 ساقة استماتوا واستبسلوا بحيث إن ما فيش دبابة تعدي وتهوب يم الإسماعيلية. الساعة 11 الظهر اتسللت دبابة من دبابات شارون، دخلت قبل أبو عطوة في حدود 700 أو 800 متر. كان نصب لها الكمين النقيب إبراهيم الدسوقي السنان ابن محافظة الشرقية وقائد السرية الأولى في الكتيبة 133 ساقة، دمرهم الدبابة. الشهيد بدأ يتقدم، الله يرحمه النقيب إبراهيم الدسوقي، بدأ يتقدم اتجاه الدبابة عشان يجيب أسير. الدبابة قامت مفجورة في أحد الشظايا، جت في النقيب إبراهيم الدسوقي، استشهد ومعاه الجندي محمد سعدون ابن المحلة الكبرى. طبعا ده كان الكلام ده في حدود الساعة 11 الظهر. سيادة النقيب صلى بنا الصبح الفجر، واخد بال حضرتك، ويعني زي ما يكون حاسس ان هيكون ده اخر لقاء بيننا وبينه. ف
فهو احنا بنصلي الفجر وراه، قال استووا وصلوا صلاة مودع، كأنه بيودعنا وكأن احنا بنودعه في صلاة الفجر. نعم. طبعا لما سيادة النقيب عمل الكمين استشهد فيه النقيب، واستشهد فيه الجندي محمد سعدون. نعم حضرتك يا فندم. طب المعركة دي استمرت كام ساعة تقريبا؟ اللي هو المعركة بتاعت الدبابة، لا معركة أبو عطوة كلها لحد ما خلصتوا على كل الدبابات. شهيد إبراهيم أنا أولا يعني دمرنا فعلا فعلا 18 دبابة داخل الجناين الإسرائيلية، غير الكوماندوز اللي احنا موتناه منهم قتلة. نعم. ما عدا الثلاث دبابات المخترقات اللي هم عدوا يم أبو عطوة، عملنا لهم الكمين في المقابر بتاع أبو عطوة. دخلوا لما وقعوا في مرمى الكمين بتاعنا والثلاث دبابات، ضربنا الثلاث دبابات، حاولوا ينطوا الطقم بتاعهم من الدبابات، اصطدناهم قتلناهم، وبعد كده دفناهم لحفظ الناحية الآدمية، دفناهم جنب جنب الدبابات بتاعتهم. ربنا يحفظ حضراتكم يا رب، واحنا اتشرفنا بوجود حضراتكم النهارده في الندوة التثقيفية. كل التحية والتقدير لحضرتك يا فندم، ويعني بنعتذر لو أطلنا، وأنا عارف إن حضرتك ممكن تكون مرهق من السفر والعودة إلى المنزل، إنما كنا حابين نتشرف ونسمع من حضرتك معانا النهاردة. بشكرك شكرا جزيلا سيادة الرقيب أحمد البدري، أحد أبطال المجموعة 139 صاعقة وكتيبة 133 صاعقة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. قصص عظيمة، قصص عظيمة يجب أن تروى للشباب الصغيرين عشان يعرفوا يعني إيه الشجاعة والبسالة الحقيقية واليقين والإيمان الشديد. ما شاء الله، سمعت حضراتكم 18 دبابة، اديني عقلك كده، اديني عقلك إنه كتيبة صاعقة، مجموعة من الرجال معهم أسلحة، داخل عليهم 18 دبابة وفرقة مظلات، وكانوا لهم بالمرصاد. ما شاء الله.